أحسن الله إليكم، هل يجوز الجلوس في المقاهي مع العلم أنه يجلس فيها لشرب الشيشة ولشرب الشاهي وغيرها من هنا وهناك، فهل يجوز الجلوس في هذه الأماكن؟ إذا كان يجلس ومما يرى يستعمل فيها لا يجوز، ثم هو لا يستنكر، فلا يحل هذا الجلوس، لأن الواجب على من قعد مع قوم يرتكب منكر أن ينكر عليهم بصدق ويبين فساد العمل الذي يقومون به. مثلا ينهى اللي يشربون الشيشة والدخان وغيره، ينهى يعني الدخان لا شك أنه من المحرمات، الله أباح لنا الطيبات وحرم الخبائث، لا أحد يستطيع يقول أن الدخان هذا من الطيبات،